جايز، فكرة الفيديو اليوم عملناها من قبل كم فيديو بس حبينا نعملها بسكيل اكبر، واللي هي اللي ياخذ هدية يخسر. طبعا اليوم معانا يوتيوبرز هاي يتحدوا بعض وحنشوف مين حيضل بالاخير ومين حيربح. معانا وسام، معانا سارة ونشيط واسلام، لانا، رغدة، اسامة ولين. فكرة الفيديو كثير سهلة، اللي بينحط البوكس قدامه بيخسر، الا في حال لو عرف مين الشخص اللي حط له البوكس. مفهوم اللعبة؟ أول ما نبلش اللعبة لازم تسكر عيونك، واللي بينلمس بيفتح عيونه وبيشيل البوكس وبيحطه قدام الشخص اللي بده يطلعه. جاهزين؟ أنا ومصطفى حنلف عليكم وواحد منا رح يلمسكم، تمام؟ وما حدا بيفتح لحتى أقولكم. 3 2 1 كل الفتح. يما ولا حتى عارف مين اللي حط. اوكي نشيط، بدك تختار شخص مين حط لك البوكس قدامك. هلا والله انا بضحك. هلا سلام، شو اخبارك؟ الحمد لله. في عمل انت؟ انت بضحك من الاول. بس تضحك من اول. لا انا ابعد عني. ليش ابعد عنك؟ مشانك. مشاني؟ مشان يعني قلبك عايدك؟ أنا متوتر عنك. رغدة أنا أصلاً حط عينك بعينك. أنا مستغربة زيك والله. ويسي والله برود، أحزر اليوتيوبر وراك وراك. أيه يلا أحزر. أحزر اليوتيوبر اللي طلعني يا أخي. لو شاطر أحزر. ليش تضحكي؟ لا ما تضحك، أنا لو شاطر أحزر يعني. أنت شاطرة؟ ما تشك فيني؟ انت الطف واحده هنا المفروض تكونين. ممكن تطلعيني من البدايه؟ الا نشيط بطلع اختي، ما بطلع نشيط. عينك بعيني. اوكي ابو لويس، شو اخبارك؟ شو تسوي حبيبي؟ والله في امل انت بتطلعني. والله يعني لو كنت انا اللي طلعت كنت احط البوكس عندك صراحه، بس مش انا. ساره نشيط، شو اخبارك؟ تمام. انت جنبي؟ ايه. ما سمعت الصوت من انا؟ لا ماني قادره اشوفك، عيوني مغبشه. انت لا من جد نشيط، اعتقد انت عملت لفتك وسالت اكثر من حد. مين تتوقع اللي حط لك البوكس؟ محتار بين اثنين. مين؟ محتار بين هاي الجهه، لان كل هالجهه ما سمعتها حيتحرك ولا هالجهه حيتحرك. سو معناته احد بعيد عني، فهو يا اوسي يا لين. عشرة. انت اوكي. اوكي سو هلا انتبه حالك. هلا في عنا لين ونشيط. انت بتتوقع انه لين اللي حطت لك البوكس؟ اذا لين اللي حطت لي انا سامحك. اوكي اهم شيء المسامحه. اوكي طيب، انا قلبك عايدك. جواب نهائي؟ جواب نهائي ما بتغير؟ لا ابدا. لا طيب. نشيط اختار لين واختياره كان صح. ليش حضرت اليوتيوبر صح؟ انت ليش حطيتي هذي؟ طبعا حسيت انت الوحيد اللي حضرني صح. انا حضرت على هاي. والله عقرب اقرب فزت بعقرب. مبروك لين. مبروك لين. قال مبروك لين. مين؟ السلام. ليه اللي بتفوز بكل التحديات؟ طلعت من اول تحدي. شكرا شكرا. معلش معلش، في ناس ما بتقدر السلام. احنا الخواطر جبر الخواطر.
لين بحب اقول لك نقلع برا. امان جايز نزلنا فيديو على فيوز طبعا 360 وحماس، عملنا تحدي انا وغيث، ففوتوا روحوا احضروه واعملوا لنا سبسكريبشن تربحوا ايفون. اللينك بالبايو. الراوند اللي بعده كله يغطي عيونه. كله يفتح. أسامة مين ممكن يحط لك بوكس؟ أنا شاكك بكم شخص. عامل لفة. لا لا مو وسام. لا مو سارة. ما أتوقع نشيد. أرجع لك. استنى. إن شاء الله كلها ميك اب هاي سارة. مستحيل رغدة لابستها من امبارح. اجي على الطاولة هلا صح؟ هلا إذا جبتها غلط بودع الملاعب صح؟ فكر منيح. ما في شيء هكر هيك نقدر يعني نستعين بصديق. استعين بإحساسك. أتوقع إسلام صراحة. بس ما أعرف لو حطلع إسلام ولا لا. هلا اتوقع اسلام. لو شاكك بسارة بس مو سارة. لو اختيارك غلط بتطلع. وسام نفس قعدتني شوي. سارة ريلاكست. نشيط مستحيل حد يختاره هلا. رغدة ف اسلام اسلام. قول يا رب اسلام تفضل. اسلام. شد شو اسوي؟ زبطت زبطت، ما زبطت ما زبطت. شو اسلام؟ ليش هيك تسوي أسامة؟ شعب عليك؟ إذا عم تسأل يعني مو هو. لا لا تلعب بعصابة. ايه اللي مخليك متأكد؟ حسيتك أنت أكتر واحد. على فكرة أنا قاعد بضحك من الصبح للكل. ما ضحكت معي. ده أنا ناقص أرقص. أنا شكيت فيك صراحة لأنه أنت حسيت أكتر واحد غريب لما فتحنا عيوننا. أوكي طيب. بس ما بعرف يعني الله. أنا كان بودي إنه إسلام يكمل معانا في اللعبة. الحمد لله ودي طلع صح. لان جوابك غلط يا اسامه. مش اسلام اللي طلعك للاسف. ما فينا نعرف مين. ما فيكم تعرفوا لحتى تحضروا فيديو اليوتيوب. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. عادي احضر احضر قبل ما اروح. ما فيك. حضر الثاني في كم ساره وبس. وهيك فينا نقول لاسامه انقلع. حبيب شكرا لك. شكرا لك حبيبي. ان شاء الله الفيديو ما يجيب فيوز. صوت طلع اثنين وضل باقي عنا ستة لنشوف مين حيضل الأخير. كله يغمض.
تنفتح. بدي اخذ هيك النظرة قبل ما اقوم. كثير حاب العب صراحة. بدي اعمل اي كونتاكت مع كل حدا هون بس هيك عشان اطمن يعني ليطمئن قلبي. حضرتك حطيتي لي البوكس. يعني بودي اقول لك بس لا. احنا طلعنا من عمان مع بعض. ايوه عشان دبي مع بعض. اذا حطيتي لي اذا حطيتي لي البوكس مشكلة. لا 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 يا اخوي. طب والكونفرزيشنز عن الميوزك اللي بنحكي عنها؟ انا عمري ما هتسهل. مش غلط. انا عمري ما هتسهل. انت سلمت علي وانت بتسافلت مبسوط. حبيبي انا شو مش انت. انت حطيتي لي البوكس. يا ريت. عيوني بخبشه هلا. زيك انا حاسس فيكي. بضايق الموضوع صراحه. شباب انا مش عارف اشرح لكم الشعور اللي انا حاسه هلا يعني انك حاسس انه في حدا طعنك بس مش عارف مين اللي طعنك عرفت؟ فانا حمشي مع احساسي. لا 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 حاسس عم بتحاول توترني فلا بدك تخلص مني كلاعب ما ضل عندي غير هون بس ليه تحطي لي البوكس يعني ايش في سبب تحطي لي البوكس عندي يعني؟ سارة يعني لا بس يعني مش يعني هون انا عم بعمل شيء اسمه ديدكتيف اناليسيس اوكي اللي هو انت بتحط الناس ليش ممكن تطلعك بتبلش تطلع الاسماء فرغ ده المفروض يعني من باب الملح والخبز انه لا فانا شايلها اسلام حسيت انه كان في بيننا كونفرزيشنز منيحه قبل شوي فما اظن يطعنني النشيط حاسه كثير مرتاح فيا لانا يا انت طب انا ليه بقول لك انا زي يعني انا حاسه عم تحاول تطلعني بس مش بالبوكس انه انا اختارها غلط فيعني اخسر باختياري ولا اني اخسر اني اخترت خطا فاهمين شو علي فانت اوكي اوكي سو وسام اخترت مرتي يا حيوان لا بس منيح انك اخترتها لانه غلط اختياري صح لانه للاسف حاب احكي لك فيك تغير اذا بدك يا لا بس اتحاسب بدي اضل ثابت لانه ايه حاب احكي لك انه اختيارك صح والله اني زلمه بقيت اللي مش هتحطي له بوكس حبيبي انت خليني جنبه لا تشيل طيب لا حطيتي عندي طيب لانه قلت لحالي خلص انه ما بعرف بعدين انت ليه تختارني عشان تلعبي لا انت شفتني شو كنت عم بعمل لا حطي لي هاي عرفت الميوزك وبنحب نقول لسارة تفضلي حبيبي كات أسامة بيحكي سايلنت الكل يغمض باقي خمسة كله يفتح لا
طيك او اصدقائك. شعور على الله. ما بتعمليها؟ انا بنتي من البنات ما بعمل. مش حاسه انت صراحه مع انه رجلك من اول ما بلشت اللعب وانت بتهزي فيها. سلام كيرلي على كيرلي ما مزبط. ما مستحيل مشيت ايه. ابو الوز الله يعوضك والله. لا 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 يما يما. طيب ما بعرف هيك جت فيلينج عم بحكي لي نشيط ما حتنازل صراحه ما بعرف ليش مش حاسه حدا تاني غيرك يا نشيط. متاكده يعني مش متاكده بس انه هيك شيء. انا قلت لك احكي لي انه انت اكيد شو انت فكرتي على السريع اخترتي جواب. ايش في جواب ايش في بين الحياه والموت. صراحه ما بعرف ليش تتوقعين انا. السؤال ما له جواب للأمان. ما بعرف هيك احساسي. اوكي سو رغدة تحبي تغيري ولا ما تغيري؟ لا ما تغيري مش حاسه. لا لا تغيري ما تغيري. لا اوكي سو اكيد اكيد رغدة اختارت نشيط. نشيط هاي تاني مره بيوقف هون. لا صح سلامه. بس انتي متأكدة من جوابي؟ اخر مره بحكي لا صراحه بس اوكي ما تبين تغيرين؟ لا اوكي طيب سو اختيارك يا رغدة كان صح. شكرا شكرا. وهيك بنقول لنشيط ان قلع برا ان شاء الله ما يجيب فيوز الفيديو. الله يفضح عينك انت واللي جابك يا زلمه. اوكي سايلنت يلا الراوند اللي بعده باقي اربعه كله يغمض. كله يفتح. لا 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 ما بدي أقوم. لا 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 ما بدي أقوم ما بدي أقوم يا الله. لا بليز لا بليز من ما بدي رغدة رغدة بليز. إحنا بنات ما بعمل الجيم اللي قبله. أنا قلت لك الحقيقة قولي الحقيقة. صدقيني صدقيني شو عم تضيع وقتك جيتك. سلام انت بتعرف قديش نحن اصدقاء صح؟ طبعا اكيد ما رح تخوني بليز لو سمحت. انت بتعرف انه من اول اللعبه انا ما طلعت. انا شخصنت معك صح؟ ليش؟ لانه كنت عم تحاولي تتوتريني وكنت عامل قرار خطا. بس انا من اول اللعبه متوتره. انا بحكي لك انا شخصنتها وانا حطيت البوكس عندك. انا عم بحكي لك اذا مو انت. انا عم بحكي لك انا شخصنتها وحطيت البوكس عندك. رغدة صدقيني حطي عينك بعيني. نفسي احلف بس بظلش احلف. رغدة بليز انا بحبك صدقيني انا اكثر. رغدة صدقيني بظن انه رغدة رغدة انت بتعرفي انه انا معتمة البنات ها؟ لا تضيعي وقتك جايب احكي لك هلا. رغدة انت
انت اكيد ما رح تقبل تطلع حالك. انا عم بقول لك انا عندي البوكس عندي. انا عم بحكي يا عمري. رغدة انا بحبك يا عمري. سديد وانا كمان. ايش احكي لك؟ احنا امي. رغدة انا حكيت كم مره احكي اذا طلعتي انت. كم مره احكي رغدة؟ كم مره احكي رغدة اذا طلعتي انت ما دخلني كل شيء بيناتنا انت. جواب نهائي. جواب على فكره انت مطلعه بني ادم كثير يعني ما حكيتي معه كلمه يعني فاهمه. انا بنصحك لك صراحه مش لي. انا تعبت مني وعلي نفسي اطلع. انت اوكي جواب نهائي اخر مره رغدة. اوكي سو لانا بعد طول انتظار وهرت اعصابنا شو رغدة اختارت رغدة وظلت مصرة على رغدة لانه رغدة. مع انه رغدة وضحت لها اكثر من مره انه فكري بس هي مخها تيست. المهم حابين نقول لرغدة قصدي مش لرغدة لانا حابين نقول لانا انه اختيارك صح يفضح عينك. رغدة انتي احس حالي مسلسل تركي. شو عمل يعني ليش انتي تتغلش؟ رح يعرف 100% ورح يعرف 100%. وين نحب نقول لرغدة الي برا طبيعي ما تشوف بدي اشوف وجهك نيلعي لو سمحت. اللعبة صارت حامية. بس تعرف شو الأحمد من هيك؟ إنه هاي آخر راوند حتكون. والشي اللي بحمس أكتر إنه حتى المشاهدين هلأ ما رح يعرفوا مين اللي حيختار. أنتوا ما رح تعرفوا فأنتوا حذروا بالفيديو وقفوا الفيديو وفوتوا اكتبوا لي بالكومنتس مين تتوقعوا اللي رح ننكشوا ويحط البوكس. جاهزين؟ كله يفتح. شو وسام؟ بحاول اتذكر شغله. كان البوكس محطوط على الطاولة. أظن المايك كان علي، كان إلي. إذا كان المايك علي فالمفروض تكون هاي مسكة إسلام. يعني إذا بدي يقوم بدي يمسك البوكس ويحطه حيحطه بهاي الطريقة. إذا هي حتقوم إذا تاخد البوكس من عندها حتحطه بس حيكون المايك أكتر لعندك. بس حاب أقول لك شغلة. ممكن انا قلت لهم انه يحطوا البوكس على جهه اللي بيحكي يعني توضيح. كله هبد هذا. لو كنت مركز في الدرس كنت فهمت. ماشي بس مسكه البوكس يا عمي هاي كان البوكس على ما اذكر هيك. اذا انا اسلام وبدي اقوم امسك البوكس كان البوكس هيك. كله هبد. تعال اسلام كيف حالك؟ لو انت انا لو انت كنت قاعد على هذا الكرسي المحترم اللي نحط عليه البوكس مرتين نحط عليه البوكس مين تختار؟
ممكن انا، لان انا لو انا قاعد مكانك هفكر بالظبط زي نفس تفكيري الهبد اللي انا فيه. برجع لك. كيف حالك؟ تمام. انا بعرف ان احنا بلشنا على طريقه مش تمام كتير، يعني دقينا في بعض شوي. لا شوف، انا بالعاده ما بحب حدا يعني يقرب صوبي، واللي بيقرب صوبي بيتورط. عم تهدديني قاعده؟ انا بختارها هي، انا بختارها هي. بختار. ما حبيت. قومي على الطاوله لو سمحتي. قومي على الطاوله. ما حبيت ليفل النقاش اللي كنا فيه. لو طلع اسلام انا راضي، لان انا ما حبيتش طريقه الحكي. شو لازم اقول لك لو سمحت؟ ما بعرف، ما حبيتش. هلا ايش بصير لو طلعت صح؟ يا انت واسلام حتفوزوا، يا اما لانا واسلام. لانا واسلام حيفوزوا. اذا نقوم وقف معنا على الطاوله طب شوي. حسنا انك بما انه يعني في اثنين حيفوزوا، يعني نكون واقفين كلنا على الطاوله بتتكلموا مع بعض. لما حد يقول لي تعالى جاي او جيتو، انا عندي افضل طريقه صراحه. كيلو باميه. اوكي. كيلو باميه على الطاوله. تمام. كيلو باميه. كيلو باميه. شفتي القدر وانا عم نختارك انت. تفضل اقعد يا اسلام. يعطيك الف عافيه. شكرا لك. خلص ما بدك علي. براحتك. تحب تغير رايك؟ مش عارف، حاسس مشيت معك بيست اون عاطفي وما عم بحب الطريقه اللي اتخذت فيها القرار. بس خلص اذا يعني كمان مره والله لا اغير رايي. والله تسالنيش خلص، انا مش عارف اقرر. قول يا اسلام رفض اللي فضل. قوم خلص. اسلام هلا مش حنعيد النقاش مره ثانيه. والله ما بعرف شو عم بعمل. اكذب عليك، والله ما بعرف شو عم بعمل. مش عارف اختار، والله ما انا عارف اختار. والله هي كانت ترجع الطاوله وانت كثير هادي. وسام اعطيني اسم اللي حتحكيه حيكون هو. لا لا خلص. اسلام تفضل. لا انا تفضلي. خلص فاين. هلا اذا انا بخسر انتو اثنين بتفوزوا، او اذا انا بفوز انتو اثنين بتخسروا. انا محبه انت تخسر. انا حاب اخسر يا عمي. أزل. اوكي تفضل. انت غيرت رايك اكثر من مره لاني مش عارف اقرر. خلاص كنت على انا، غيرت على اسلام ورجعت على انا. وصلت لمرحله انه قربت انت على الصح وبعدت عنه. لما بتعمل هيك بتضايقني. خلص لا انا وتخليش افكر مره ثانيه. اوكي سو حاب احكي لك انه تفكيرك كان صحيح. صح لفتره معينه. لان مش لانا، اسلام. والله كان في اسلام اللي طلعك برا. مبروك. وهيك انقلع وسام. وبنقول مبروك لانا واسلام. من فتره او من يومين ساره ضيعت خاتم الالماس. في شخص قال اياه واللي هو تشين تشيرين تشيري. شو واتس يور نيم؟ تشيرين. تشيري. اوكي تشوز ويتش هاند. تشوز ويتش هاند. اوكي يلا 1 2 3. ويتش وان؟ ويتش هاند يو ويل تشوز؟ يلا ماي فريند 1 2 3. ويتش هاند؟ ويتش هاند تشوز. ذس وان. نو لا ينفعك. يلا ويتش وان يا ربي يختار. Congrats! You found my ring. Thank you very much. كما هو جاي نايم فعشان كده ما فيش اي رياكشن. سلمي سلمي. معلش لسه صح. صح عندي. لسه ما حضرت فيديو فيوز؟ انا ما قلت لكم اللينك بالبايو. ما بدك تربح ايفون؟ ما بدكم تربحوا ايفون! لا تصرخي على الناس لو سمحتي. المهم اللينك بالديسكريبشن فوتو اختاروا الفيديو.